دونك نكمل مع الفيديو هذا به شو كنا احنا قلنا شوية وين application dot ts هذه به لهنا this dot before dot stages is equal to 1 نعمل لهنا arg dot type number is not set to parameter of type string or below. Just a moment, please. إيه لهنا نرجع لل لهنا رجع نيل دونك ويتحل المشكلة به قتلنا في ال selected image select image هنا ما تقول لهنا هكا ولا is not selected image enter target dot files file and console dot log this dot selected image okay, so for the last loop now we saw that it didn't move here اختاروا الإيماج نتاعنا 04 نرموه ريجلا سيف الإيماج قد تبيد لوك ما هي جاست ديمو لو خلينا نتسرعوش بور الهوم حسيتو به لقى كامل ريتيرن يعمل ريتيرن ليماج اللي عندنا اللي هي هذي باش تكون فيد نورمال مو بطبيعة الحال خاطر احنا الفيشي نتاعنا وسط فايل فاريبل كونستونت بيها دي تيب فايل دونك لهنا اش باش نعمل بالضبط هاد ابليكيشن ويز ايميج نمشي للباك اند نتاعنا اول حاجة باش نعملوها في الباك اند اللي هي htdocs blog backend cmd in we blog في الباكند كيما شفت لهنا عنا application هذي باش نعملو موديل واحد اخر PHP artisan make model make model سموه publication to minus m minus m أنا باش يعمل navigation تاعها مع مش database migration ابليكيشن تو نفس الحكاية نتاع هذي مجلس فيها ليماج دونك نجيو لهنا هذي لونج تكست بطبيعة الحال دولار تيبل ليش سترينج ايماج باور فيل هو ليماج ديال ابليكاسيون لازم تكون موجودة فيها تنجم تكون ابليكاسيون ولا ليماج نيل ليبل كاتيجوري خلوها تكون ابليكاتوار status بتاعتها obligatoire دي سوكا دي لأنا مش تعمل بيارس في بيارس بيارس يزال migrate عمل لك التابل جديد دونك التابل بتاعنا موجود المودل موجود application 2 مي خلينا نعمل كنترول على واحد اخر بي اش بي ارتيزان ميك كنترولر فايلز كنترولر انتر يجا ولا لهنا موجود مرة نحطو يوز فور اكزامبل هذه الابليكيشن تو
دونك هذا من كل بريسك نفسهم. هذي باش نحولو الى هنا. حاجة اللي هي ال routing type application باش تكون في الفايلز كنترولر. هذي بريسك كوتين اللي بوسطها يكون باش يكون نفسه. أما مش بدل في حاجة اللي هي بالنسبة للديسكريبسيون ستيتشز كاتيجوري ديريكت في الانبوت بتاع الريكويست. أما لهنا باش نجيب حاجة أخرى اللي هي كونديسيون إف إف دولار ريكويست هاز فايل ايمج ذا نوت ويل دو هير وي كريت ا فاريبل فايل از ايكوال تو دولار ريكويست فلاش فايل ايمج. واضح. دونك دولار فايل نيم هذا باش ناخذ بيه النيم دولار دوريجينال الاوريجينال تاع الفيشي تاعنا. دولار فايل نيم از ايكوال تو دولار فايل فلاش كت كلاينت اوريجينال يبدا اوريجينال نيم لونك مي دولار اكستنشن از ايكوال تو دولار فايل جيت كلاينت اوريجينال اكستنشن لونك زيدا. يعني وقت نولي تو بعد ما ناخذ الاكستنسيون تاع الفيشي تاعنا تو نجمو نعملو الفيريفيكاسيون كان الفيشي يكون ايماج بار اكزومبل جي بي جي و بي ان جي دونك نقبلو. اذا كان بي دي اف بيا دوكس بيا اي فيشي اخر دونك تولي ايرور. باهي شنو هي اخر دولار اكستنشن ميكل دولار نحطو في بيكتشر حتى تشوف ايماج بار لومون از ايكوال تو لازم نعطيو اسم يكون ديفيرال دونك الاسم ديفيرال مش يكون ديفيرال دونك نعطيو الدات اش اس اي اس و نجم نعطيو كان اش اي اس كذا كذا مهذيش يعطيها الدات باغ اكزومبل الانستونس اللي هي تربط فيها ليماج في شكل باغ اكزومبل الشيفر كيف هاك. دونك مش باش يكون نفس الشيفر اكيد باش يكون ديفيرال. اما احنا ميساج نزيدوها باغ اكزومبل بلاس دولار فايل نيم كونفيكيل هذا اش معناها معناتها باش تجي باغ اكزومبل عملت فوتو 006.png باش تجيني على شكل شيفر كيف هذا ميتو تيري من بعد 006 هذا هو الاسم تاع ليماج تاعنا. من بعد ليماج تاعنا هذه اللي هي دولار بيكتور باش نحطوها دونك لازم نحطوها في الدوسي. الدوسي تاعنا اللي هو في البروجي تاع هذا في البروجي تاع لارافيل في الدوسي بابليك باش تصير كرياسيون تاع الدوسي لهنا الاسم اللي باش نحطو احنا توا من بعد ليني هذي وتصير لي زيماج كلهم يجو في وسطه هو. دونك هذا باش نعملو دولار فايل موف بابليك باث ليبيلي public path نسمو دوسي تاعنا for example image virgil دولار picture تاعنا اللي هي هادي. نورمال هكا سافا بي نجمو لهنا نجمو نديرو في الاكستنسيون بور لو مون خلي مش لازم نفير في الاكستنسيون تاعنا نعمل كي بيبليكاسيون دو دونك لهنا ايماج باهي
اه وي بيكتشر ديز البنا دونك دولار غادي يقدروا نحنا بيكتشر باش نسجلوه في الداتابيز و هادي في الدوسي نتاع اللي في شي هنا باش نسيرو الكريس ولا هنا إذا نفس الاسم تاع ليماج اللي هو حاطينها حنا اللي كاينه الدات من بعد الفايل نيم الاوريجينال إذا نفس الاسم اونريجستري في الداتابيز باش من بعد كنرجع الداتابيز ديريكت نسيليكسيون ليماج من الدوسي هذا باش نسيرو الكريس ولا هنا الدوسي باش نسيرو الكريس ولا هنا اللي هو ايماج اي ام جي دونك دو لا بيكتشر سيف بيب سيف نجاور تعمل بيب في بالي تخدم الله أعلم نجرب ما يصيرش نختار ليماج نتاعنا فور اكزامبل فيديو زيرو وان description بيه ليماج نتاعنا ديجا كي تسجلت 03 47 22 بون هي اش اي اس في بالي الساعة كي كتبلي نبدا نثبت فيها ونشوفوها المرة الجاية بيه 001 بوان بي ان جي اللي هو هذي ليماج هذي هذاك النوم تاع الواحد نرجع للدوسي نتاع البابليك شفت كيفاش صارت كريسي نتاع الدوسي اسمه بيب اي ام جي كي ندخلو ليماج ولد اسمها من كان الاسم نتاعها 001 بوان بي ان جي كاهو ليماج وريديت ليماج هذي كانت 001 كاهو تولد دات تيري 001 واضح دونك الكاتيجوري AAA ب description desk وهذه اللي ماجب تاعنا status A نمشي للداتا بيز تاعنا ونشوفوها الداتا بيز لازم نرفريش خاطر عنا طابل جديد اللي هو publication 2S دونك عنا لهنا ديسك AAA PNG ب هنا بار اكزامبل باش نختارو كيما قلت لكم ال if else دونك شنو واش نعمل اف دو الاكستنشن ايغال ايغال فور اكزامبل بي ان جي دو الاكستنشن ايغال ايغال جي بي جي اوبس اور دو الاكستنشن ايغال ايغال جي بي PNG then can he image PNG or PNG PG or PNG PIG donc on peut en bêter une lettre else je m'en ai dit je fiché de format واحد اخر MP4 audio ou bien PDF doc etc c'est comme ça qu'on a pu le faire donc là هنا else return response slash json message please select png or jpg or jpeg files only so نجربو نخدمو مرة أخرى لهنا نرجع لهذي كونسول سيليكت ايمج نروح الكونسول تاعها دونك سيليكسيون ليماج باغ اكزامبل 5 هلو كاتيجوري اند اد ليماج اوي ثم ريكاونت اند فايند فيكشن ريسبون ايوا ريسبون بنس على دونك لهنا نعاودو سيف لي سيليكت بي ان جي جي بي جي جي بي فايلز اونلي هذي هذي جي بي جي مور سكيل دونك هذا علاش شني الابر كيز تاع ال تختار ليماج اخرى نشوف تراجع على هذيك الحكاية اختار ليماج فور اكزامبل بي ان جي يلا
PNG for example. Donc, sauvegarder. Déjà, le fichier sort de l'ajout de l'ajout de l'ajout. Ça va bien être stable. كما شفت رجع للإرر كي اخترنا إيماج شيء مش هذا فيديو فور إكزامبل باش يعطي بي سيليكت ميساج بي سيليكت بي ان جي جي بي جي جي بيك فايلز أونلي دونك سافا تو عرفت كيفاش تابلود في شيء دي تيب إيماج وبيا أي تيب يعني يكون بي دي إف دوكس إكسيتيرا ندير في الاكستنسيون حسب لهنا في الباك اند تقبل الفيشي نتاعك كان الفيشي دي فورم الريكوايرد الاكسبتابل دونك تسجلو تاجوتي الباز دوني نتاعك سينو ما يتزيدش بون ثم حكاية لهنا نحنا ليماج تاعنا عملناها موف الفيريفيكاسيون تاع الاكستنسيون دونك لهنا فازا ما تصيرش دونك نجرب نحطو لهنا يعني مش باش تعمل حتى شيء دونك احنا شنو هي ليزيماج اللي الفيديو هذا يخرج ليماج هذي تقعد ليماج هذي تخرج دونك هكا كي نمشيو للبوبليكاسيون نتاعنا بالليزيماج نتاعها هاني 001001 دونك نحاولو معملناش لازم الفيديو هم لازم بوت والفايل سيليكتر تاش با في فيديو جي حاجة خفيفة ونتعدل اللي بعدو دونك شوفو هيدا ديجا بي ان جي اللي ماجو تيانا عبو جي بي جي سوف قادي بليز سيليكت كذا كذا نوف اللي زي ماجو تيانا متزدش لهنا هادك عليه دونك نحاولو نختارو ايماج واحدة اخرى اللي هي بي ان جي بي جي بي جي صفا لهنا سوف غادي ايماج رجعنا لوبجي كامل كنجيو لهنا زاد صالح ام با جي بي جي كنمشيو للدوسيم تاعنا زاد التصريح تاعي نرجعو على صفحة بر لومون دونك ان شاء الله تكونو تعلمتو السيليكسيون دي بي كاش تاجوتي يعني لي زيماج افيك انجولار لارافيل ايزي على الاخر مش صعيبة جيست فيها شوية تشد شوية وقتها ما سبب هي عملتوها خدمتوها مرة اثنين دونك تولي بانال عندكم ان شاء الله يلا نشوفكم ان شاء الله في الفيديوهات الجايه وان شاء الله تكونوا استفدتوا معنا وبون كوراج باي باي.